بحضراتكم من جديد. للتعادل اسباب كثيره، الاهلي عمل ماتش كبير قدام الاتحاد لكن اتعادل بعد ما اهدر كميه غير عاديه من الفرص السهله ثم اتخطف في اخر الماتش. كابتن وليد صلاح الدين نجم التحليل له راي فني في اسباب تعادل الاهلي، نشوفه. يعني مباراة كبيرة أولا، يعني عايز أقول إن إحنا استمتعنا ب 95 دقيقة من الكرة الحلوة قوي، فرقتين بيمثلهم جماهير كبيرة سواء الأهلي أو الاتحاد السكندري. مليون في المية المهدي سليمان، بتفق مع كابتن أيمن الكاشف وبتفق مع كابتن عمر وبتفق معاك، مليون في المية المهدي سليمان هو رجل المباراة، اشتغل بشكل كويس جدا، تعرض لضغط غير عادي من النادي الاهلي، فرص محققه بالجمله، وزي ما انت قلت درس ان انت كل ما تضيع تاكد انك ممكن تستقبل، وقلنا بين الشوطين ان في عنصر اسمه التوفيق مهم جدا جدا جدا. من عناصر التوفيق دي ان ممكن النادي الاهلي يكون غايب عنه 3-4 مهمين جدا في الملعب. عمر كمال عبد الواحد، مروان عطيه، اسامه ابو علي، ويحسب لنادي الاتحاد ويستحق جدا النقطه علشان الكفاح. كان في حالة صربعة غير طبيعية من خط هجوم النادي الأهلي النهارده. صح صح، مليون في المية تعاملوا مع كل الفرص يعني بعدم تركيز. هيبقى معانا الهايلايتس بقى الدقيقة 59 و57 و58 و59 فرص للنادي الأهلي، انفرادات وفرص صعبة جدا بيشيلها المهدي سليمان. الأهلي استحواذ معدي 60%، فرص خطيرة جدا، صناعة الفرص. بص دي مثلا اتعملت حلوة قوي، جون مهدي سليمان عالمي فيها. يعني أنا اللي بتزعجني جدا هزائم المستوى. هزائم المستوى؟ يعني إنك أنت ما توصلش للجون، مالكش فرص، الفرقة اللي بتواجهك هي اللي بتهددك. أدائك يبقى وحش. يعني في سيراميكا في الشوط الأولاني مثلا السنة دي أداء مخزي جدا، في تخاذل. الشوط الثاني فرقة تانية ونتيجة كبيرة، هنا التفريق. شوف بقى